صباح الخير مجددا للحضور الكريم. ما غاديش نقدر نبدا بلا ما نتوجه بالشكر للمنظمين المهرجان تويزا، الاخوان كاملين القائمين على التنظيم، بصفه خاصه لسي عبد السلام اللي وجهنا الدعوه هذه للمساهمه في الندوه الاولى حول الثقافه جسر للسلام. واضح من هذا العنوان هذا على ان هنالك عبور، هذا العبور هو عبور من عالم الى عالم اخر، او لنقل من حاله الى حاله اخرى في هذا العالم الذي نعيشه، هو عالم السلام. والعنوان كيف تلاحظوا يدعونا الى العبور الى عالم السلام وليس من عالم السلام، على ان هنالك توتر ما خفي، هنالك مسكوت عنه، هنالك غير مصرح به في عنوان هذه الندوه، وربما هو نوع من الوعي لدى الاخوان بعدم الرضا بهذا الذي نعيشه. هذا العبور هو عبور إذن نحو السلام، والوسيله هي الثقافه. اكيد ان الثقافه في هذا السياق هذا، وهذا اللي غادي يدخلوا فيه الاخوه، كل واحد بطريقته، كل واحد برؤيته الخاصة، وكل واحد من جانب أرجو أن يكون متكاملا، يتعلق الأمر إذن بالثقافة بالمعنى العام، يعني ما اصطلح عليه بالمعنى الأنثروبولوجي العام، بما تتضمنه من كل ما ينتجه الإنسان من خيرات لا مادية، من أفكار، من نظريات، من فنون ومن إبداعات بشكل عام. عندنا ثلاثة ديال التدخلات، ما غاديش نطول عليكم، ثلاث تدخلات ستكون متكاملة، أولاها ستحاول أن تتناول هذا العبور وهذا الجسر وهذا المبتغى اللي هو العبور نحو عالم السلام من منظور العلاقات الدولية على وجه العموم، ودور ما يسمى بالدبلوماسية الثقافية داخل هذه العلاقات الدولية بين الأمم. المداخلة الثانية ستحاول أن تسائل وتولد نوعا من الأفكار فيما يتعلق بدور الثقافة بصفة عامة في العلاقات بين الأمم، لكن من منظور ثقافي ليس من منظور حقوقي وقانوني، وإن كان منفتحا على العلم وعلى الفكر أيضا. ثم سنتوج بالمداخلة الثالثة التي ستنتقل إلى مستوى أكثر دقة في الإنتاج الثقافي الإنساني، وهو الفنون، وأبو الفنون بالخصوص وهو المسرح، الذي نعلم جميعا على أن ولادته كانت داخل فضاءات السلام، داخل فضاءات الحضارة، وداخل فضاءات الفكر، وصفة خاصة أكثر اقترنت بإحدى أكبر حركات الإبداع الحضاري، وهي الفكر الإغريقي، يتعلق الأمر بالمسرح الذي ولد في فضاء المدنية وفي فضاء المدينة، وبالتالي في فضاء السلام وكبح والسيطرة على العنف اللي هو الغائب الحاضر داخل هذه الندوة بشكل غير مباشر. في البداية إذن سأعطي الكلمة للدكتور سعيد صديقي على يميني، وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي الإمارات العربية المتحدة. كان سابقا ونرجو أن يعود قريبا أستاذا للعلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الحقوق بفاس. من أهم منشوراته اللي احتضغطنا عليها، هذا قال لنا شنو هي، ما بغاش يقول لنا شنو نشر، قال لنا بأنه من أهم ما نشر هو الدولة في عالم متغير، الدولة الوطنية والتحديات العالمية. ستكون مداخلته بصفة عامة متمحورة حول الدبلوماسية الثقافية والمكانة التي تحتلها في العلاقات الدولية. كلنا كنعرفوا وكلنا كنأملوا على أن هذا الواقع ديال العلاقات الدولية اليوم كما ترون، أكيد أن للثقافة فيها دور، إن كان لها دور فهو دور الإطفاء. سي الأستاذ سعيد صديقي تفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد المسير. بداية أود أن أتوجه بجزيل الشكر
إلى منظم مهرجان تويزا الذي أتابعه باستمرار منذ بدايته الأولى. أيضا أشكرهم على حسن اختيار هذا المحور. إذن سأقدم الإطار النظري للدبلوماسية الثقافية في إطار الحقل الذي أنتمي إليه وهو حقل العلاقات الدولية. الدبلوماسية عموما هي أحد وسائل تأثير الدولة وحماية مصالحها وتنمية موقعها وتحسين صورتها إلى غير ذلك. لكن ما أريد أن أشير إليه في البداية هو أن هناك ثلاث مصادر القوة على مستوى العالم. أولا القوة العسكرية، يعني استعمال العصا عن طريق الإكراه أو التهديد باستعمال القوة العسكرية. المصدر الثاني هو استعمال الجزرة عن طريق الاستمالة والإغراء بالمال، وهي القوة الاقتصادية التي لها الدور الفاعل في هذا المستوى. هذان العنصران يشكلان ما يسمى عند جوزيف ناي بالقوة الصلبة (hard power). لكن هناك قوة جديدة الآن بدأ الاهتمام بها في مجال العلاقات الدولية والتي تشكل الدبلوماسية الثقافية أحد مصادرها، وهي القوة الناعمة، يعني أن تجعل الآخر يرغب فيما ترغب فيه. بينما الوسيلتين الأولى والثانية هو أنك تجعل الآخر يفعل ما ترغب فيه. الوسيلة الثالثة أو المصدر الثالث وهو القوة الناعمة عن طريق الإقناع وعن طريق الجذب أو الجاذبية، تجعل الآخر كما قلت يرغب فيما ترغب فيه. هذه القوة الناعمة تتكون من ثلاث مصادر التأثير، وهي أولا ثقافة الدولة، ثانيا سياسة الدولة، هل سياسة شرعية، هل سياسة مقبولة على المستوى العالمي، ثالثا قيم الدولة. الذي يهمنا هو الثقافة باعتبارها أحد مصادر القوة الناعمة للدولة. وكما قلت فإن القوة الناعمة هو رغم أنه كانت تلجأ إليها الدول سابقا فيما مضى، لكن الاهتمام الأكاديمي في العلاقات الدولية بدأ ينتبه إليه إلى هذا المفهوم يعني خلال السنوات الماضية. ولعل جوزيف ناي هذا الأكاديمي الأمريكي هو الذي نحت هذه العبارة، إلى جانب ربما سمعتم عن عبارة القوة الذكية (smart power) التي تعني المزج بين القوتين الصلبة والناعمة. إذن القوة أو عفوا الدبلوماسية الثقافية هي أحد مصادر القوة الناعمة للدولة. ماذا تعني الدبلوماسية الثقافية في العلاقات الدولية بشكل محدد؟ هي تبادل المعلومات والأفكار والقيم والنظم والعادات والمعتقدات بين الشعوب، بين الدول وشعوبها، وطبعا سائر مظاهر الثقافة الأخرى، قصد تعزيز الفهم المتبادل، ويسمى أيضا التفاهم المتبادل. إذن لدينا الوسائل، لدينا مظاهر هذه الدبلوماسية الثقافية، ولدينا أيضا الفاعلين في هذا المجال. والهدف حسب هذا التعريف وتعريف ميلتون كامينغز أن الهدف الأسمى لهذه الدبلوماسية هو تعزيز الفهم أو التفاهم أو التفاهم المتبادل. إذن طبعا يثار النقاش هنا، هل الدبلوماسية الثقافية هدفها الوحيد هو تعزيز التفاهم المتبادل، أم هذا الهدف يشكل أحد أهدافه الأساسية؟ إلى جانب الدبلوماسية الثقافية، أحيانا يستعمل بعض المهتمين عبارة الدبلوماسية الثقافية مرادفة لبعض العبارات الأخرى أو المفاهيم الأخرى مثل الدبلوماسية العامة (public diplomacy) التي هي أعم من الدبلوماسية الثقافية. هناك أيضا الدعاية (propaganda) والتي تختلف إلى حد كبير عن الدبلوماسية الثقافية، باعتبار أن الدبلوماسية الثقافية أهدافها بعيدة المدى، بينما الدعاية هي أهداف غالبا لا تكون شريفة ثم أنها قصيرة المدى.
اللجوء إلى الدبلوماسية الثقافية ليس وليد اليوم كما قلت، وإن كان الاهتمام الأكاديمي بهذا الجانب حديث نسبيا، فخلال الحرب الباردة بين المعسكرين لم تلجأ القوتين العظميين أنذاك فقط إلى الوسائل العسكرية والاقتصادية، بل استعملت الموسيقى، استعملت الأداب، استعملت مختلف أوجه الثقافة من أجل التأثير وكسب عقول الشعوب الأخرى. إذن فمن حيث الممارسة هذا المفهوم إلى حد ما قديم. السؤال الذي يطرح، هل ويعني من بين المحاور التي يتضمن هذه الجلسة، هل يمكن عن طريق الدبلوماسية الثقافية والثقافة أن نحقق سلاما دائما؟ أنا في نظري ووفق المقتل الذي تبناه في العلاقات الدولية، فرغم أن الثقافة يمكن أن تلطف أجواء التوتر بين الشعوب وبين الدول، لكنها لا تستطيع أن تحقق سلاما دائما، حيث نلاحظ أن أغلب الحروب القائمة اليوم هي حروب أهلية داخلية، يعني النسبة الكبرى لضحايا النزاعات اليوم هم ضحايا نزاعات داخلية في إطار الثقافة الواحدة، ثم أن رفع شعار الثقافة هي بلسم كل هذه النزاعات يعني كان منذ القديم. إذن فالثقافة يمكن أن تلطف الأجواء، يمكن أن تكون أحد وسائل تعزيز الفهم المتبادل، تعزيز السلام العالمي، لكن لا يمكن أن تشكل الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف الذي تسمو إليه الشعوب منذ الأزل، على اعتبار أن من يتحكم في صيرورة العلاقات الدولية هي جوانب أخرى أو نقول عناصر أخرى أكثر موضوعية، مثل بنية النظام الإقليمي أو الجهوي. إذن فأعتقد أنني قدمت إطارا عاما لموقع أو موضع الدبلوماسية الثقافية في حقل العلاقات الدولية، وإذا كانت هناك استفسارات يمكن أن نتناولها في حصة الأسئلة. شكرا. ما غاديش نطلقوا من السي سعيد، غادي نزيدوه واحد السؤال ولا جوج، نزيدو نستفزو واحد شويه. هاد الصيغه الاكاديميه التقديميه للطرح ديال الاشكال والتعريف ديال المفهوم الرئيسي اللي هو الدبلوماسيه الثقافيه ووضعها في العلاقات الدوليه جميل ومهم، ولكن الا ترى معي وانت ادرى بهذا الامر على ان هنالك باحثين كثر يعتبرون على ان الدبلوماسيه الثقافيه ليست الا مراه آلية ميكانيكية تعكس كل الغبن وكل التهميش الذي يعيشه العالم الثقافي على مستويين، على المستوى الوطني بحيث أن كل دولة لا تسعى في استعمال الآلية ديال الدبلوماسية الثقافية ديالها إلا انطلاقا من الثقافات الجهوية الأقوى والأكثر سيادة، هي التي تروج، هي التي توظف، هي التي تصدر للقيام بدور الدبلوماسية الثقافية على مستوى داخلي، على مستوى عالمي أيضا. لا يمكن أن نتحدث اليوم عن الدبلوماسية الثقافية دون أن نضعها في سياقها، والسياق العام هو سياق حرب الطاحنة العولمة، وقد أشرت لهذا الأمر، بحيث أن الثقافة الأقوى عالميا هي التي تهيمن على ميدان التبادل الثقافي والدبلوماسية الثقافية من جهة، ومقابلها الصورة الأفضل وهو ما يحدث الآن في الكثير من دولنا، هو أن الدبلوماسية الثقافية غالبا ما تكون مقنعة باسم الأخلاق والمساواة والديمقراطية والدفاع على حقوق الإنسان، في أنها في العمق أداة جهنمية لإثارة النعرات والاختلافات الثقافية وتوظيفها بشكل سلبي لتدمير الوحدة الوطنية داخل هذه الدول. ما رأيك أستاذ؟ شكرا، هي أسئلة في غاية الأهمية، وأيضا يعني كان بين اهتماماتي فيما يتعلق بما سميته بالغبن على المستوى الداخلي، وربما إذا فهمت سؤالك فتقصد أنه أحيانا بعض الدول حينما تريد أن تظهر صورتها للعالم تظهرها من زاوية معينة، فنحن حينما نركب في طائرات الخطوط الجوية الملكية المغربية في البداية أي موسيقى نسمع
الموسيقى الأندلسية أو في المهرجانات الكبرى في المؤتمرات الرسمية وغير الرسمية، ما هي الموسيقى التي يستهلون بها يعني في البداية في انتظار بداية أي نشاط رسمي؟ هي موسيقى أندلسية أو موسيقى فئة معينة يعني. فأيضا حتى على مستوى الصورة الرسمية التي تقدم في السفارات والتمثيليات المغرب في الخارج لا تعكس التنوع الثقافي والتعدد اللغوي للمغرب. أنا أعطي مثال لوضح بأن أحيانا بعض الدول في ممارستها للدبلوماسية الثقافية تقصي أو تشحف حق بعض الثقافات. أعطيكم مثل، أنا شخصيا لما أول مرة دخلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونزلت في أحد المطارات، ما هي أول شيء يسمعه أذني؟ هي موسيقى أو الناي الهندي القديم. والصورة التي أراها في ممرات المطار، يعني طبعا في هذا مطار جهوي، المطار هي زعماء الأباتشي، زعماء الهنود. طبعا احنا لا نتحدث عن طبعا لا نخفي إبادة سكان أمريكا الأصليين، لكن هناك جانب إيجابي في هذا المظهر، هو أن هذه الدولة تريد أحيانا أن تظهر هذا التنوع الثقافي رغم يعني الجرم الإنساني الذي ارتكب في حق السكان الأصليين. إذا ما أريد قوله هو أنه لا يمكن لأي دولة أن تقوم بإشعاع ثقافي لها ودبلوماسية ثقافية دون إنصاف لجميع الثقافات، يعني أن تظهر الصورة الثقافية الفسيفسائية تعكس الواقع الثقافي الحقيقي للبلد. إذا إذا لم تكن هناك ديمقراطية في هذا المجال، طبعا ستكون الدبلوماسية الثقافية غير منصفة لمكونات الثقافية الأخرى. على المستوى الدولي، أنا أريد أن أشير المسألة قبل أن أثير هذه النقطة، هي أنه في الماضي كانت الدبلوماسية الثقافية تهتم بشكل أساسي ما يسمى بثقافة النخبة، المسرح، الأفلام السينمائية الكلاسيكية، الرقص إلى غير ذلك. لكن حاليا بدأ الاهتمام أكثر بالدبلوماسية الشعبية، ونحن نلاحظ هذا حتى في المغرب أحيانا بعض المهرجانات كذا، فتحاول بعض الدول أن تسوق صورتها من خلال بعض مظاهر الثقافة الشعبية. إذن هناك نوع من التحول في هذا الجانب نسبيا. إذن على المستوى الدولي، فرغم أن التعريف الذي قدمته في البداية هو تعريف حالم إن صح التعبير، وأن هدف الدبلوماسية الثقافية في نهاية المطاف هي تعزيز هذا الفهم أو التفاهم المتبادل بين الدول وشعوبها، لكن هذا يشكل أحد الأهداف فقط. لماذا؟ لأنه حينما نستحضر تعريفات مختلفة لهذا المفهوم سنجد أن من بين أهداف الأساسية للدبلوماسية الثقافية هي تنميط الشعوب في قالب ثقافي محدد معين، وأيضا للدبلوماسية الثقافية أهداف سياسية وأهداف تجارية. يعني حينما يتابع شعب ما أو شعوب مختلفة مثلا مسلسلا معينا، فيعني ربما هذه إشارة قد تكون إشارة لطيفة، أنه لما أذيع أول مسلسل من إنتاج تركيا وكان مدبلجا، وكان اهتماما، هذا جانب من جانب التأثير، كان اهتماما واسعا في مختلف الدول العربية، فبدأ الناس يشترون كل ما تصنعه تركيا، فبدأ الناس يذهبون يعني آلاف أو نسبة يعني نسبة زيارة العرب إلى تركيا ارتفعت بشكل كبير جدا. هناك يعني من هذا الأمور اللطيفة جدا، أنا مؤخرا رأيت شريط فيديو ربما بعضكم رآه، أن كان هناك مجموعة من الزوار العرب إلى تركيا وكانوا في ممر مائي، ولما وصل إلى قال لهم هذا هو قصر مهند، فالناس الناس قاموا إلى الجانب الآخر الطرف الآخر من السفينة ليطلوا لينظروا ليلقوا نظرة على هذا القصر، فقال لهم كيف أنا
أخبرتكم بموقع بعض القصور التي لها تاريخ مجيد في حضارة تركية ولم تعبأوا بها، ثم انتقلتم الآن، يعني قمتم من أماكنكم وأتيتم إلى هذا الجانب من السفينة، فعودوا حتى لا يختل توازن السفينة فنغرق جميعا. فأحيانا هذه الدبلوماسية الشعبية لا تستهدف فقط هذا الفهم المتبادل، تقديم صورة الدولة، بل أيضا هناك أهداف سياسية، تعزيز موقع الدولة على المستوى الدولي، وأيضا لها أهداف تجارية لا تتعلق فقط ب يعني صناعة الأفلام والمسلسلات إلى غير ذلك، ولكن أيضا يعني كسب عقول الشعوب الأخرى. شكرا أستاذ سعيد، شكرا جزيلا. أشير فقط دون أن أتقل عليكم إلى الاحتفاظ بفكرة، أدعوكم للاحتفاظ بفكرة، هي علاقة الدبلوماسية الثقافية بالحق، بالحرية وبالديمقراطية وبوسائل الإعلام. سنفتح هذا الباب لاحقا. ننتقل لمساهمة الدكتور الأستاذ علي الإدريسي، وأعرفكم به بسرعة. أستاذ سابق بكلية الآداب جامعة محمد الخامس بالرباط، أستاذ سابق أيضا بالجزائر بجامعة الجزائر، حاليا أستاذ باحث بالمركز الثقافي للدراسات العربية بكندا، عضو مجموعة أقلام عربية بكندا أيضا، ممثل سابق للمغرب لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. منشوراته كثيرة وعديدة، نذكر منها على سبيل التعريف كتابه الأساسي والذي هو عبارة عن أطروحة الدكتورة الدولة في نفس الوقت، الموسوم بالمهدي بن تومرت، دراسة في الإمامة المقارنة، ثم كتاب قضايا في الفكر الإسلامي، كتاب عبد الكريم الخطابي التاريخ المحاصر، عدة مؤلفات مشتركة ساهم فيها، منها اتجاهات الكلامية في الغرب الإسلامي، الأبنية الفكرية زمان بن خلدون، الصراع المذهبي في الغرب الإسلامي، ثم تحت الطبع لديه فلسطين وشجر بالجمع وبصيغة الجمع وشجر الزقوم، فلسطين وشجر الزقوم. أستاذ علي هو مدرس ومهتم في نفس الوقت على مستوى التعليم العالي بالفكر السياسي الإسلامي وبالسياسات الثقافية في المغرب المعاصر بصفة خاصة. سوف تتمحور مداخلته المفيدة بكل تأكيد حول موقع الثقافة من الدبلوماسية المغربية على وجه العموم. تفضل سي علي. شكرا السيد الرئيس المسير، ماشي رئيس دائم، المسير. أولا كل الشكر لجمعية تابيزا ولمهرجان المتوسط بالخاصة. يمكن هذه المرة الثانية وأنا أشارك في أنشطة هذه الجمعية. أنا عندما عرض علي الشيء أسلام وعدي أنني يجي لهذه الطبعة ترددت لأسباب موضوعية، لأنه جاءت الدعوة يعني متأخرة، والعمل مثل هذا ينبغي التحضير له جديا سواء على المستوى العلمي أو على المستوى السيكولوجي. ولكن بما أن الدعوة جاءت من تويزة وجاءت من طنجة وجاءت من إخوة أعزاء، يعني ما قدرت نرجع للور، خاصة لما لقيت الاسم ديالي مسجل بين المتدخلين، فما كان عليا إلا أنني مستجيب الدعوة، وأنا أشكرهم وأشكركم جميعا. طبعا الموضوع الذي طرحه أو المطروح في هذا الحوار ليس فقط أنه جميل، ولكن مركب متعدد الجوانب، وهذا هذا مثل هذه الموضوعات التي ينبغي ان تطرح من حين لاخر مع موضوعات اخرى ذات اهتمام حياتي يومي للناس، من اجل الارتفاع ومن اجل الارتقاء الى اعلى بالنسبه لقضايانا جميعها وليس فقط القضايا الثقافيه. الاستاذ صديقي تحدث عن قدم تعريف وقدم بعض النماذج. أنا كنت أتمنى أن لا يقدم نماذج باش يخلي لي الفرصة نقولها أنا أقدم لكم أمثلة عملية، ولكن رغم ذلك يعني سنكمل بعضنا البعض. بطبيعة الحال الدبلوماسية الثقافية غير الرسمية
دبلوماسية قديمة في التاريخ وفاعلة أيضا بين الأمم، وربما جزء كبير من السلام ومن اعتراف هذا بذاك واعتراف ذاك بهذا، يعني تلك الأمة بهذه الأمة وهذه الأمة بتلك الأمة، يعود بالدرجة الأولى إلى هذه الدبلوماسية الثقافية. وربما الأستاذ صديق يستعمل كلمات القوة الناعمة، فعلا هي القوة الناعمة في مقابل القوة الخشنة القوة العسكرية. ونعلم جميعا مثلا في القرآن الكريم هناك جملة أو عبارة جميلة جدا، وجادلهم بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن، لأننا لو جادلنا بعضنا البعض بالقوة لزادت الشقة لزادت الفرقة، لما كان هناك تواصل ولما كان هناك تفاهم. صحيح الحروب أحيانا تولد التفاهم من زاوية أخرى، ربما سنأتي لهذا في النقاش، ولكن الدبلوماسية الثقافية لها دور كبير في التاريخ. سأعطي أمثلة من التاريخ القديم ونصل إلى اليوم من أجل تبسيط الصورة. نعلم جميعا بأن أمبراطورية الرومان احتلت العالم وكانت تتصرف في العالم مثل ما تتصرف الولايات المتحدة الآن في العالم وربما أكثر. فمن جملة ما قامت به روما هي أنها احتلت أثينا. أثينا عاصمة فكرية، عاصمة ثقافية، عاصمة أدبية، عاصمة لكل أنواع الفنون. صحيح روما أصبحت سيدة أثينا عسكريا، ولكن بعد زمن قليل أصبحت أثينا سيدة روما ثقافيا. إذن انتصرت الثقافة على القوة المادية. وربما نعود بسرعة إلى العصر هذا، عندما في خطاب كيفاش كيتسمى يعني خطاب تنصيب للرئيس أوباما استعمل عبارة في مثل هذا المعنى، من جملة ما قال: إننا انتصرنا على الشيوعية ليس بالقوة العسكرية، وإنما انتصرنا بالدبلوماسية، بالثقافة الدبلوماسية. نحن نعلم جميعا أن جميع العالم، ربما بعض المغاربة يعرفون عن أمريكا وعن ممثلي أمريكا وعن مفكري أمريكا وعن النشاط العلمي الأمريكي وغير كذا، ما لا يعرفونه عن بلدهم. إذن انتصار هذه القوة، لا أحد يجهل من هي أمريكا وما هي يعني ما هو إشعاعها في العالم، ما هو تأثيرها في العالم، ليس فقط لأنها قوة عسكرية، ليس هذا فقط أبدا، ونحن أعتقد نتفق على الأقل في هذا الأمر. ثم إذا عدنا إلى الماضي كذلك نتذكر جميعا الهجوم المغولي على البلاد العربية، على بغداد، على عاصمة الخلافة، وكيف أنهوا زمن الخلافة. وتقول بعض المراجع وبعض المصادر أيضا بأنهم عاثوا فسادا كبيرا، قد يكون ذلك صحيحا وقد لا يكون صحيحا 100%، ولكن هؤلاء المغول وهؤلاء التتار بعد زمن قليل وقع لهم ما وقع لروما بالنسبة للثقافة، فقد أصبحوا مسلمين وأصبحوا يدافعون عن الإسلام وعن ثقافته وعن قيمه. إذن رأينا كيف انتصروا عسكريا ولكن انتصرت عليهم الثقافة الإسلامية. إذا عدنا أيضا نربط الأشياء ببعضها البعض إلى زمننا، قرأت ذات مرة لكاتب أمريكي يسجل، كان صحافيا زمن حرب التحرير الريفية في العشرينيات من القرن الماضي، يقول: لقد انتصرت فرنسا عسكريا ولكن المجد كان للريفيين. ربما نتساءل أحيانا كيف استطاعت الدبلوماسية الريفية أو دبلوماسية عبد الكريم الخطابي ورفاقه، كيف استطاعت أن تنتصر، أن تترك هذا الصدى وأن تترك هذا الإشعاع الكبير، وهو لم يكن حاكما ولم يكن يملك أموالا ولا آبار بترول ولا شيء، لأن بتلك القيم الثقافية علقته بالأسرى،
علاقته بالحضارة الغربية، أنه عبد الكريم مثلا دائما كان يقول بنا أنا لست ضد الحضارة ولكن ضد الهيمنة، ضد الاستعمار. نحن نريد أن نتعايش شعوب مع شعوب متساوية في كل شيء، وليس السيد بالمسود. طيب، بما أننا نتحدث عن زمن عبد الكريم، نستحضر أيضا مثلا دبلوماسيا، يعني في دور ثقافة دبلوماسية، عندما سمع أو عندما خرجت فرنسا من إفريقيا، وكان آخر دولة أو آخر شعب أخذ استقلاله هو الجزائر. ونحن نعرف جميعا بأن الجزائر كانت فرنسا تعتبرها قطعة فرنسية، وليس حماية ولا احتلال ولا كذا، إنما قطعة فرنسية. فطبعا عندما استقلت الجزائر كان هناك غضب، وكان هناك عدم ارتياح كبير عند طائفة كبيرة من الفرنسيين. وكان آنذاك الذي يسير فرنسا كرئيس جمهورية هو دوغول. فتوجه إليه كبار القوم في فرنسا، قالوا له الآن وقد حدث ما حدث، سواء رضينا أم نرضى فنحن نحترم القانون ونحترم يعني ما وقع، ولكن ننصحك أو نطلب منك على الأصح أن ترسل بعثات دبلوماسية كبيرة ذات معرفة بالشأن الجزائري وبمصالح فرنسا من أجل المحافظة على مصالح فرنسا في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي كل إفريقيا. فماذا كان جواب دوغول؟ قال لهم ولكن هذا الأمر قد حدث فعلا، الذين سيحمون مصالح فرنسا موجودين هناك. فقالوا له وكيف تتصرف دون علمنا، تتصرف دون أن تشعر الشعب الفرنسي؟ قالوا لا، الذين ذهبوا إلى هناك لم يخبروني حتى أنا، لم يشعروني حتى أنا. الذين سيحمون مصالح فرنسا وإلى الأبد هم ديكارت، مولير، فولتير، فيكتور هوغو، مونتسكيو. هؤلاء الذين سبقوني وسبقوكم هم الذين سيحمون مصالح فرنسا. ونحن إذا تساءلنا اليوم سنجد فعلا نحن في المغرب عندما يأتي الرئيس الحالي هولاند ويخطب ويخاطب المغاربة من خلال البرلمان ويقول لنا نحن نعتز بأن المغاربة يشاركوننا ثقافيا، عندما ذهب إلى الجزائر قال نحن نعتز بأن الجزائر الشعب الفرنكوفوني الثاني بعد فرنسا، ولم يقل بلجيكا ولم يقل كندا ولم يقل أي بلد. وهذه العبارة في الحقيقة عبر عنها دوغول في مذكراته في الجزء الرابع، يخاطب الفرنسيين ويخاطب الرأي العام الفرنسي في المذكرات، يقول عندما منحنا الاستقلال لأناس تكونوا على أيدينا مشربين بثقافة حقوق الإنسان وبالثقافة الديمقراطية لكي يعوضونا في تلك البلدان، فلا تخافوا أن ينفصلوا عنا أبدا، فهم الذين سيحمون مصالحنا ولن ينفصلوا عنا أبدا، يكفي أنهم يشاركوننا ثقافتنا ولغتنا. وأعتقد بعد 60 سنة 50 سنة من الاستقلال هذا الأمر يتأكد يوما بعد يوم. لكي نترك المجال للنقاش آتي إلى مثال آخر بسيط. الأستاذ الفاضل تكلم عن دور تركيا بواسطة المسلسلات، كيف أصبح العرب جميعا يتجهون إلى تركيا بفضل المسلسلات، أليس هذه دبلوماسية؟ أصبحت تركيا الآن موجودة في مشاعرنا، موجودة في وعينا، موجودة في ثقافتنا، في كلامنا. ولكن قبل تركيا مصر، أنا أعتقد أن مصر لم تضيع القوة العسكرية، ذلك شأنها. ولكن ماذا فقدت مصر؟ ماذا ضيعت مصر؟ ضيعت هذه الدبلوماسية الثقافية أو القوة الناعمة. نحن كيف كنا نعرف مصر؟ من خلال أفلامها، من خلال مسلسلاتها، قبل ذلك من خلال مفكريها الكبار، من مصطفى صادق الرافعي إلى طه حسين إلى نجيب محفوظ إلى كذا. ولكن اليوم مصر
الرياض وجودها الثقافي أي دبلوماسية ثقافية. لماذا؟ لأن للأسف الشديد تلك النخب التي كان يمكن أن تواصل مسيرة الدبلوماسية الثقافية أصبحت تبايع العسكر، وللأسف الشديد. شكرا أستاذ علي على منوال ما قمنا به مع السي سعيد. غادي نسولو السي علي سؤال بسيط انطلاقا من كل ما قلته ووضعت يدك فيه على خصائص متعددة لدبلوماسيتنا الثقافية على وجه العموم، ألا يمكن أن نقول بأن الفرق بين دبلوماسيتهم الثقافية ودبلوماسيتنا الثقافية هو أنهم يقدمون في استراتيجيتهم في الدبلوماسية الثقافية يقدمون آليات لليوم؟ هضرنا دابا على تركيا، قبل منا نهضروا على اللي مسيطر بالصح أمريكا وأوروبا وحتى اليابان وحتى كوريا. هنالك أولا السيطرة على التكنولوجيا، كيوصل كل شيء ديالهم من التليفون المجانال المضادار الطوموبيل كذا، وهي تحمل ثقافة وتحمل أسلوب عيش وأسلوب تصرف وأسلوب تعامل ومنطق معين للأشياء. تركيا ما كانش غير المسلسلات ديالهم، اليوم اللي تجي كتمشي كتلقى القميجة ديال تركيا والسروال ديال تركيا والأتات ديال تركيا والتأتيت ديال الدار ديال تركيا. هنالك منتوج صناعي وتجاري، هنالك رؤوس أموال، هنالك حتى بنايات الآن ومؤسسات تبنى، مصانع ومعامل وسكن برؤوس أموال تركية، وهنالك دبلوماسية سياسة أيضا، هنالك أيضا لبس لهويتنا ولمبادئنا. الناس اللي كيهزوا الدرابو ديال الدفاع على ما هو مقدس واستراتيجي وهو يستعمل سياسيا في الصراع الدولي من أجل بناء قوة ديالهم هما. هضرتهم على فلسطين، ماشي من أجل فلسطين بل هي من أجل تركيا وموقع قدم تركيا في المنطقة كقوة إقليمية. لا يتم تبني مسألة الفلسطينية غير هكاك ولا كل ما هو توري في العالم العربي ولا أقليات ولا فقدان لكذا ولا كذا، ويكفي يدير الواحد غير مقارنة صغيرة ويشوف ما الذي يدعونه وكيف يتصرفون في قضاياهم الحيوية. أين هل نجيد اللعبة اليوم، لعبة الدبلوماسية الثقافية على وجه العموم؟ سؤال بغيت تأجله. نعم، هل نجيد هذه اللعبة؟ بحال كيف هل نجيد الدخول في هذا الصراع، في هذا اللعب ديال الثقافة الدبلوماسية أو ديال دبلوماسية الثقافة بالأحرى؟ نحن أنا أرى غير باختصار، وربما هذا سؤال مفتوح للتعليق، هو ربما نحن في دبلوماسيتنا الثقافية لحد الآن نحن أكثر ميل للشعارات وللقيم وللإدعاء وللسقف الأخلاقي، في حين أنهم أكثر التصاقا باليوم وبالواقع وبتقديم أدوات لأسلوب العيش للتدبير للتسيير لصيانة الجسد والسلوك اليومي. وربما هنا المنطق ديال الخالة تبغيت هضرة أستاذ دابا ولا تفضل. شكرا الأستاذ سيدريس. في الحقيقة أريد أن أشير إلى قضيتين، قضية مغربية وقضية غير مغربية. إحنا المغرب نمارس الثقافة الدبلوماسية. سكت لأن الجواب موجود عندكم. أنا على مستوى الشخصي لا أرى أن المغرب يمتلك حساً، ولا أقول منهجاً، لا يمتلك حساً ثقافياً في هذا المجال. مرة عندما كنت مستشارا في إحدى سفاراتنا في منطقة المغرب، طلب مني رئيس البعثة الدبلوماسية طبعا أن أصف له حالة الفكر أو حالة العلم في كل من الجزائر وتونس والمغرب. فأتذكر أنني ختمت هذا التقرير أو هذه مجرد دراسة صغيرة، ختمتها بهذه الجمل الثلاث: في المغرب علماء بدون علم،
وفي الجزائر علماء زعماء، وفي تونس علماء أدعياء. يمكن كلمة أدعياء شوية قاسية، ولكن يدعون أنهم متفوقون على كل المغاربة، يعني على المغاربة وعلى الجزائريين. ربما يكون معهم صح تونس. إن عندما نقرأ تاريخهم الثقافي وانفتاحهم الثقافي وغير ذلك نجدهم كذلك. نأتي إلى الجزائر. الجزائر عندهم روح زعامة، سواء كانوا سوسيولوجيين أو كانوا علماء دين أو كانوا أي شيء. ما عندناش في المغرب مثلا مثال يشبه عبد الحميد بن مديس ولا مالك بن نبي أو إلى آخره. ما معنى أن في المغرب علماء بدون علم؟ العلم هو بضاعة، البضاعة تحتاج إلى لومبلاج، إلى تغليف، والتغليف يكون جيد جذاب، ثم يحتاج إلى سياسة تسويق إشهار. في المغرب عندنا جوج حوايج ناقصة، عندنا علماء، عندنا مفكرين، ولكن ما عندناش وسائل التغليف الجميلة، وما عندناش وسائل الإشهار. والعلماء اليوم يصنعون مثل ما تصنع الأشياء في السوق. إذا كنت لا تمتلك وسائل إشهار لا يمكن يكون عندك علماء. إذن العلم موجود. وقديما قيل المغرب في خزائن من التراث وخزائن من العلم، ولكن دائما نستجدي ونتوسل المعرفة من الآخرين الذين هم مثقفون بالعربية يتسولون هذا من المشرق، والذين هم متعلمون ومثقفون باللغة الفرنسية يتسولون هذا من فرنسا. وكأن المغرب بلد قاحل ليس فيه على الرغم مما هو موجود فيه. هذه الصورة للأسف التي ربما قد لا توافقوني جميعا، ولكن هي موجودة. حتى إذا كنتم لا توافقوني فالواقع يؤكدها. الصورة الثانية التي أريد أن أوضحها في هذه المناسبة، وأنا الآن أعيش في كندا. في كندا بلد جديد حتى أقل من أمريكا، ولكن اكتشفت شيئا. عندما يصل المهاجر إلى مرحلة المواطنة، يعني يصبح مواطن كندي بمعنى آخر عنده الحق يحمل الجنسية الكندية، يوم أداء القسم ماذا يقدمون له؟ يقدمون له بطاقات للدخول أو للولوج إلى المتاحف في كل كندا لمدة سنة. وأعتقد أننا فهمنا ماذا. واضح. إذا لم تتشرف، إذا لم تقتنع، إذا لم تتعرف على هذه الثقافة فأنت لست مواطن. لا يحق لك حق المواطنة. مواطنة شكلية، ولكن المواطنة الحقيقية أنك تتمثل هذه الثقافة. وأنا في المغرب طول حياتي يقدم لي شخص من الشخوص، ولا أقول من الأشخاص، من الشخوص، ولا بطاقة واحدة ولا شيء من المتاحف ولا كذا، بل أكثر من ذلك. وأنا أنتمي إلى إقليم الحسيمة. الحسيمة لها دور كبير في تاريخ المغرب المعاصر، لا متحف فيها ولا شيء نحمله عن تلك الحرب التحريرية. ضاعت أشياء وأشياء ولا تزال تضيع، ووعود وراء وعود من أجل متحف ولا متحف أو متحف. لماذا؟ وأعتقد من هنا جاءت لي الفكرة الأولى عن الذاكرة المنسية أو التاريخ المحاصر. نحن نعيش في حصار، وكأن هناك شعار يقول انسى. إذا أردتم أن تعيشوا سعداء فعليكم بالنسيان. إذن للأسف أنا أقدم هذه الشهادة وأنا متألم أن المغرب ربما أقل الدول، ولا أقول أقل الشعوب، أقل الدول في العالم التي تمارس الثقافة أو الدبلوماسية الثقافية، على الرغم من وجود إمكانيات ضخمة في كندا. وأنا مثل ما قلت لكم الآن أقيم فيها مؤقتا، فيها جميع الشعوب،
يعني فعلا من ناحية الحقيقية كندا الآن هي تمثل المجتمع الدولي، وكل الدول في بداية سبتمبر البلديات توزع منشورات على البرامج الثقافية السنوية، كل الشعوب حاضرة إلى المغرب، وأحيانا يضاف إليهم الإخوان الجزائريين كذلك. إذن فنحن لا ننتمي إلى ما يسمى بالثقافة الدبلوماسية. اللبنانيين يشتغلون جيدا، الفلسطينيين، البرتغاليين، الإسبان، الإيطاليين، كل يحاول أن يعرف بلده وأن يشهر بلده وأن يجعل بلده منتشع ثقافيا، إلا نحن عندما نتقدم إلى بعضنا البعض يقول لك الظروف لا تسمح، أو أن يمكن هذا يغضب السفارة أو هذا يغضب القنصلية، نستنى ثقافة الأوامر، الثقافة لا تمشي بالأوامر. شكرا لك. شكرا أستاذ علي. قبل أن نمر بسرعة للدكتور خالد أمين، أود فقط أن أقول جملة ونعود للنقاش فيما بعد. ليست الصورة أستاذ علي مع كامل الاحترامات بهذه القتامة، هذا واقع حقيقي، لكن ينبغي أن ننتبه إلى أننا في المغرب بصدد إعادة بنيانة كل الحقول ومنها الحقل الثقافي، وإعادة بنيانة تتبنى منظور بنيوي شامل بعد عشاريات طويلة من الإهمال واللامبالاة ليست بشيء سهل. ستظهر النتائج شيئا فشيئا. انتما شفتوا ها هو تسجل، لان غادي ننتقل الاستاذ خالد امين. الدكتور خالد امين الصديق العزيز والشاب الذي بمجرد التحاقه من الخارج بعد دكتوراه متخصصه في الادب الانجليزي واهتمام استراتيجي بالمسرح، كان لازلت اذكر من الذين جددوا دماء كلية الآداب بمكناس بالدرجة الأولى قبل أن ينتقل إلى طنجة، حيث يبدو لي الآن وبكل تأكيد أنه في مرحلة نضج وعطاء جميل وجميل جدا أحييه. أستاذ بكلية الآداب بجامعة عبد الملك السعدي آداب إنجليزية، سابقا أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، رئيس المركز الدولي لدراسة الفرجة، والذي ينظم ويشرف على تنظيم ويصمم في نفس الوقت مهرجان طنجة المشهدية الذي هو مديره. منشورته متعددة، نكتفي بذكر اثنين منها ترتبط بالمسرح استراتيجيا أيضا. الأول، المؤلف الأول هو الفن المسرحي وأسطورة الأصل، والثاني هو فن الحوار شرق غرب، وقد صدر هذا المؤلف باللغتين العربية والإنجليزية. الأستاذ خالد أمين سيقترح عليكم مداخلة تحت عنوان المثقفة التفاعل الثقافي المسرحية شرق غرب، وعنوان فرعي بين منطق الهيمنة، هيمنة القوة، وأفق توازن المصالح. لن أعلق، فالعنوان واضح بما فيه الكفاية وغني وعميق. يتفضل ليقدم لكم التفاصيل. تفضل سي خالد. أحييكم بدوري سيدي، شكرا على التقديم. سعيد أيضا بتلبية دعوة مهرجان تونس، أشكر الأخوة في تونس. يبين منطق التاريخ كما جاء في ورقة الندوة، هي ورقة عميقة، أن الحوار الذي تعثر فيه عند اختلال الحقوق وسيادة منطق الهيمنة ومساهمة المتواضعة اليوم، إنما هي محاولة لاجتراح بعض الأسئلة المرتبطة بمنطق الهيمنة في الحوار المسرحي الشرق. معلوم أن المثقفة هي الاقتباس المتبادل بين الثقافات، والمثقفة في أبهى تجلياتها هي السعي نحو الانفتاح للآخر دون الانتهاء بثقافته، وإبراز الذات دون انغلاق مطلق، والآخر في نهاية المطاف هو الذي يساعدني على جمع لذاتي وتثبيتي ومحافظتي على إبقائي داخل هويتي، كما يمكن ذلك بوريدور وآخرون طبعاً. الحداثة المسرحية الغربية قامت هي الأخرى على هذا التفاعل بين الثقافة الفرجوية الغربية وغير الغربية. للأسف
لا يعترفون بهذا المنح. ارتهان مصطلح مسرح المطلقة بأشكال معينة من الممارسة المسرحية المتمركزة قد أحدث التباسات أثناء تداوله في أوساط بحث المسرح الدولي وخاصة ضمن الفيدرالية الدولية للبحث المسرحي، إذ أصبح يرمز لمثاقفة مهينة ومفروضة أكثر منها تلقائية أو متكابلة، وهذا ما أحدث تحولات في مفهوم المثاقفة استدعى بطبيعة الحال الاحتراس منهجيا سعى في نهاية المطاف إلى تفادي الانزلاق وراء تأميمات وتجريدات تكرس نوعا من التمركز الأوروبي. من ناحية أخرى فقد أبانت الدراسات المعنية بالشتات والدياسبورا والهوية الهاربة فروقات مهمة بين سياسات وخطابات تبادل الثقافي المختلف على المستوى الكوني، وقد ألمح الأستاذين الجليلين قبل حين بكثير من هذه الخطابات فيما يتعلق بالدبلوماسية الثقافية. فعلى سبيل التمثيل يميز الفيلسوف الكندي تشارلز تايلر بين interculturalism الذي يمنحنا الاندماج والاحتفاء بالتنوع الثقافي اندماج المجموعات الثقافية على الحال ضمن أو في إطار التنوع الثقافي، والمالتيكالتشراليزم الذي يؤدي إلى وهم عزل وانكفاء ثقافات بعض المجموعات داخل المجتمع ما وبالتالي صراعها مع آخر يحدث به خارج حدود تمت بناؤها سلفا في المتخيل الجمعي لمجموعتهما. وما يدير العنف لدى جميع الأطراف هو ما يدعو على كبير الخطيب بالاختلاف الوحشي أو الهوية العمياء، عنف نعاني منه ونعيشه بطبيعة الحال، نعيشه في واقعنا اليومي هنا والآن من خلال شتى تمظهرات رفض الآخر والمختلف. إذن لا تتجرى ماشي هو أو تنوع ثقافي ليس هو التعدد الثقافي، هذه مسألة أساسية. والسياسة الثقافية لكندا مثلا تختلف جوهريا عن السياسة الثقافية في أمريكا أو في أستراليا. بطبيعة الحال في أوروبا هناك اختلافات جوهرية أيضا بين السياسة الثقافية في فرنسا وبلدان أخرى من هولندا وبلدان الشمال بالخصوص. قد نعود لهذا الموضوع، والمثاقفة هي أيضا من المفاهيم الشائكة التي تضعنا أمام إشكالات من قبيل استغلال ثقافات ضعفة. قد عبر عن ذلك الاستغلال من وجهة نظر عربية أيضا حسن حنفي بقوله أن المثقف الذي يوهم الغرب بأنها تعني حوار ثقافي وتبادل ثقافي هي في الحقيقة تعني القضاء على الثقافات المحلية من أجل انتشار الثقافة الغربية خارج حدودها. طبعا هناك العديد من الأطراف في الموضوع تطرح حالة المثقف أيضا إشكالية من قبيل التخوف على مصير الهوية الوطنية في ظل الثقافة العالمية وهيمنة النموذج الغربي على آخره والتبعية الثقافية، ومع ذلك تتغير هذه الإشكالات في دورها حسب سياق التحقق فعل المثقفة. ليست المثقفة خيارا أو ظلما وإنما هي استحقاق أحيانا، كما أن العلاقة بين الحضارات أمس واليوم حسب فقيدنا محمد عبد الجابري ليست علاقة تصادم بل علاقة تداخل، الشرق شرق والغرب غرب ومع ذلك يلتقيان. فقد أساء دعاة صراع الحضارات استعمال مقولة الشاعر الإنجليزي كيبلين الذي أطلقها في نهاية القرن التاسع عشر East is East and West is West and they shall never meet، يعني شرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيان. والحال أن قصيدة كيبلين تنص على شيء مغاير تماما، الناس كيقرأ العنوان لا يوجد هناك شرق ولا غرب، لحظة لقاء الحاسم بين الرجال الأقوياء، لقاء كمال أفغاني والجندي الإنجليزي، وهو اللقاء الذي تمخضت عنه صداقة حميمة وصادقة. فمقولة صراع الحضارات غير دقيقة كما أنها غير بريئة، والمقولة الصحيحة حسب الجبري هي صراع المصالح. فالعلاقة بين الحضارات أمس واليوم ليست علاقة تصادم بل علاقة تداخل. فقد أدى تحكم الغرب في اقتصاد دول الجنوب إلى بروز دول بروليتاريا، ومع ذلك يبقى الصراع في هذا النوع من العلاقات هو صراع مصالح وليس صراع الحضارات.
إن يوجد تداخل بين مصالح الغرب ومصالح العالم الثالث. هناك من الجانبين من هم على استعداد للتحالف للتحديات الأصولية بشتى تلويناتها أو تحديات العولمة الوحشية. حينما أتحدث عن الأصولية بشتى تلويناتها أقصد حتى الأصولية الحداثية. لذلك نقول بأن أفق تناسج الانترويلينج بين الثقافات يجب أن يتجه صوب مبدأ صراع الحضارات كأفق عدواني لا عقلاني، وهو بذلك يتجاوز مسألة حوار الحضارات إلى البحث أن أنجأ سبل تحقيق توازن المصالح بين جميع الجغرافيات الثقافية وتحقيق السلم العالمي. أنتقل هنا بعجالة لمسرح المثقف وهيمة نموذج الغربي. قد عرف البحث المسرحي الدولي نقاشا حادا في نهاية القرن العشرين فيما سمي بحرب مسرح المثقف. تمحور بالأساس حول موضوع أنماط وأشكال وأخلاقيات المثقف المسرحية، بل رحلة المسرحيين الغربيين للنهل من ثقافة جورج الشرقية بخاصة. لقد درس البحث المسرحي الغربي ثقافة جورج للعالم بأسره ولمدة طويلة بتمركز حدثات وتعالي قبل أن يتصدع الخطاب المركزي الغربي ومسعى الهيمنة وعدم الاعتراف بإسهامات ثقافات فرجة غير الغربية في بناء شرح ما يسمى الآن بالمسرح الغربي. هل ينبغي للعالم الآن أن يعيد نفس سلوك مشهد تجاه ذلك الغرب الآخر بينما هو يبحث عن الاعتراف وإثبات؟ لعل حرب المثقف المسرحية بالثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي قد ألمحت رغم حدة النقاش أحيانا لإمكانية تنازل ديمقراطي لمثقافة الفرجة على المستوى الكوني. إذا ما التأمل طريق حل الإرادات الحية والفاعلة هنا وهناك من أجل تحقيق ذلك. لتمثل أفضل لنقاشنا الحالي لا بأس من التفكير برحلة المسرحيين الغربيين نحو الشرق. والحال برزت الحاجة للمثقف المسرحي في المسرح الغربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ليس بهدف انفتاح الثقافات الفرجوية الأخرى، ولكن لتجاوز حالة العقم التي عملت مجموعة من المسارح الأوروبية، وكذلك لحل مشاكل أرحت كامنة في تقوم تقاليد المسرحية الغربية والأوروبية بخاصة ومركزيتها المنكبئة على ذاتها لسنين عدة. فخلال الفترة الممتدة بين 54 و65 وهي واسطة العهد بين لحظتين فاصلتين من تاريخ معاصر لأوروبا، الأولى مشهورة بالاحتقان الناتج عن مخلفات الحرب العالمية الثانية، والثانية هي أحداث ماي 1967. أصبحت العاصمة الفرنسية باريس مركزا كونيا يستقطب أبرز الفرق المسرحية الدولية ضمن مهرجان دولي للمسرح الذي يتطور فيما بعد 1957 ليصبح مهرجان المسرح الأمم تحت إشراف يونسكو. وطالت حلمنا فقط للتذكير والمغرب بمجرد حصولي على استقلال قام بأول زيارة لهذا المهرجان سنة 56 بوفد يتكون من 50 فرد وقدم مسرحيتين، هي مسرحية الشطاط لطيب العلف ومسرحية مالحة وهو عمل جماعي. على أي فرقة التمثيل المغربي فيما بعد ستتطور لفرقة معمورة هي التي شاركت ضمنها الفعاليات. اعتمدت فلسفة المهرجان فكرة مصالحة الشعوب من خلال المسرح والانفتاح على ثقافة الآخر ولغات العالم في وقت كانت في أوروبا منقسمة على ذاتها وباقي دول إفريقيا ومناطق أخرى من العالم تقاوم لأجل استقلالها. لقد استفاد المسرح الفرنسي بكل تأكيد من زيارة أوبرا سينيا مثلا والمسرح الروسي ومسارح إفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول الأنصامبل الفرنسي. في هذا الصدد يقول بيرنارد دول بالنسبة للمتخرجين من جيل وأجيال أخرى متعاقبة لقد غير مسرح الأمم طريقة تعاطينا ومشاهدتنا وعشقنا للمسرح. بعجالة خرجت أهم إنجازات المسرح الغربي المعاصر من معطف الرحلة الشرقية. لأن كيف ينبغي إذن تمثل هذه الرحلة من وجهة نظرنا نحن هنا والآن؟ هل هي تمرد على المركزية الغربية وبنية التفكير ما هي المرتبطة بها،
أم هي اتساع المساحات المركزية الأرضية لاحتواء آخرها ونحو اختلافه؟ طبعاً حال أجوبة تتعدد ولا يتسع المقام للحديث عن الكثير منها، أعطي فقط نموذج لتيتربروك مع مهابارتا ويمكن أن نعمل نقاش فيه، ولكن أقول أن أحد أهم الانتقادات التي وجهت لبيترسبورغ في مهابارتا هي نقد لرستم باروتشا وهو عالم هندي، حيث أثار نقد باروتشا قضايا في غاية الأهمية مثل المثاقفة والمناصرة ومدى تأثر المثاقفة بفعل صيرورة العولمة ومدى استقلاليتها عن إيوالية اقتصاد السوق، ذلك أن فعل المثاقفة أصبح ممكنا فقط من خلال تبادلات غير منصفة في العمق وخاضعة لقواعد لعب غير سليمة، وعموما اتجهت الرحلة المصرحية الغربية نحو الشرق صوب استغلال الأشكال الفرجوية غير الغربية خدمة لكونية مزعومة، والحال أنها كرست الانجذابات الثقافية الإمبريالية أكثر من العمل على تقويتها. وطارت حال نضية مثال آخر لتيم ساكو وهو القادم من إنجلترا لإعادة ألف ليلة وليلة إلى أصولها الشرقية، وقد اشتغل في العالم العربي منذ 2006 إلى 2011 ولكن بإعاز من مهرجان في كندا تورينو للفنون والإبداع، وقد منحه هذا المهرجان 2 مليون دولار لإعداد ألف ليلة وليلة لافتتاح فعالياته 2011. للأسف الشديد لم يقدم هذا العرض للجمهور العربي ولكن للجمهور آخر. إذن هنا أيضا تطرح مسألة أخرى في إطار رحلة المثقفة الغربية، إذن من هو جمهور مثلا بيتر بروك أو تيم ساكو أو آخر؟ خلاصة أولية هو أن موضوع المثقفة هو أكثر من جنس فني، لأنه بنية التفكير تجمع بين رأس مال وتفوق العالم الأول والمادة الخام وعمالة بقية العالم، وأكتفي بهذا القدر. شكرا سي خالد، عرض قيم ومهم جدا، ولكنه مثير بصفة خاصة أنك انتهيت إلى نوع من النقد استراتيجي للمسرح ورفع لضبابية اعتباره فن نبيل وكأنه ينزل من السماء ومنفصل عن واقع الصراع، صراع المصالح والصراعات الثقافية التي ترتبط بما هو اقتصادي وما هو سياسي بصفة عامة. ملاحظة بسيطة قبل ما نفتح الباب للجمهور الكريم، من نهاية التاريخ إلى صراع الحضارات إلى الفوضى الخلاقة الآن على وجه العموم، مجرد القول كما هو رائج بأن المسرح هو اختراع يوناني وبالتالي أوروبي في نهاية المطاف، أليس في هذا تكريس لهيمنة ولسيادة غربية دائما وفي نفس السياق؟ ملاحظة أخرى هو أننا إذا نظرنا إلى كبريات النظريات التي تؤطر العمل المسرحي من ناحية التقنية من ناحية الجمالية، سنجدها على منوال الممارسة الفكرية في جميع الميادين تقريبا، مستوردة أيضا بيتر بروك غيره إلى آخره. في نهاية المطاف إلى أي حد يمكننا أن نقول بأن المسرح كأداة لممارسة الدبلوماسية الثقافية وهو في كليته مستورد وغير مؤصل بمعنى العام، إلا كان هذه الهضرة هذه صحيحة، هل يستطيع أن يكون أداة لممارسة الدبلوماسية الثقافية حرة تدافع عن مصالحنا بالفعل؟ شكرا إذن للمتدخلين الثلاث، كتلاحظوا على أن المداخلات الثلاثة كانت متكاملة وقيمة لا تكرر نفسها، بل كل منها صب في اتجاه. إذا جمعنا الحصيلة سنقول بأن كانت لدينا في البداية باختصار شديد محاولة لوضع دبلوماسية ثقافية في سياق العلاقات الدولية، محاولة ثانية للتركيز على الوضع المغربي والمغاربي العربي بصفة عامة داخل خصوصية ثقافتنا، ثم أخيرا انتقال إلى ميدان الفني والدور الذي يمكن أن يقوم به أو توضيح وإلقاء الأضواء على وضعية هذا الدبلوماسية الثقافية الفنية في السياق ديال مد جسر السلام بين الأمم. أفتح مباشرة بعد شكري الإخوة الثلاث
على مداخلتهم القيمة وأفتح لائحة أولى للمداخلات، فمن أراد أن يعلق أو يسأل أو يعقب أو يتساءل فليتفضل. غادي نبداو إذن المداخلات. غادي نطلب منكم التركيز فقط، هذه مسألة ديما كنطلبوها ما فيها حتى شي حاجة ما يطيلكمش منها. تفضل السي محمد. في البداية نشكر الإخوة في جمعية تويزا على هذه الندوة القيمة، كما أشكر الأساتذة الكرام على تدخلاتهم كذلك في موضوع يكتسي أهمية خاصة في ظرف محتقن. يعني نحن نتحدث عن السلام وعن الثقافة في عالم يعوش بالصراعات عجا، يعني إذا نظرنا إلى هذه الخارطة السوداء بالقحط البيضاء بأكفان الشهداء والموتى الحمراء بالدماء، ونحن نتحدث عن الثقافة وكيف للثقافة أن تلعب دورا في مد جسور السلام والتفاهم والتوافق. وإن كان الإخوان اللي اختاروا العنوان كانوا حسب وجهة نظري مغيبين في الطوباوية، لأن الثقافة أحيانا في وسط هذا العالم الذي ذكرناه الذي لا تسيره الشعوب، يعني الدول لا تسيرها الشعوب وإنما تسيرها لوبيات وعصابات، الدول التي تتحكم في زمام الثقافة، لأن الثقافة اليوم أصبحت محتوى يعني من قبل هذه القوى الغالبة، لأن الثقافة يعني كثير من الأحيان تفرض، يعني ما كانش ذاك الجسر ديال السلام ديك الرسالة اللي كتلعبها ديك كتساؤل مع الأساتذة، يعني كيف يعني الوسائل، لأن الثقافة اليوم أصبحت أداة للهيمنة، أداة للاختراق، أداة للسيطرة. الأستاذ الكريم العزيز سيل إدريسي أشار إلى مسألة الندية والمساواة، يعني نحن كشعب ربما متخلف بالمفهوم القاسي والسائر في طريق النمو بالمفهوم الملمق للأمم المتحدة، كيف لنا أن نمد جسر السلام يعني عن طريق الثقافة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع أمة أخرى. وأشار كذلك إلى المسألة ديال إحنا في المغرب وكيف أن الدبلوماسية الثقافية غائبة، ربما غير العنوان لو بغينا نبدلوه شويه نقولوا الثقافه جسر للسلام والمحبه والتفاهم والتوافق، ليس بين الامم، بين الشعب الواحد في المغرب، بين الشعب الواحد. يعني اذكر ان احد الاصدقاء ويكبرني سنا حدثني والعده عليه ان في واحد الوقت في تطوان في واحد التاريخ عشنا في المغرب كان اسود ينكرنا بالمآسي، جوج الناس جاوا من الريف جاوا تطوان وتطوان الريف كيتكلموا بالريفية، فكان شدوهم وباتوا إلى كامل الكوميسارية وفي مخفر ما نعرفوش كوميسارية ولا مخفر آخر، وأكلوا العصا حتى شبعوا وأقسموا بأغراض الأيمان أن لا يتحدثوا بالريفية مرة ثانية. يعني ما بقاش هذا الشيء كاين الآن ربما، ولكن بفهم آخر كيف أن تحدث عن مسألة ديال المتحف ما بغيناش ناكل يعني ننكع الجراح، ولكن خصنا نثيروا هذه المسائل هذه كي نحيا حياة تليق بنا كشعب عريق ما نقصيو حتى شي واحد. وأجدد الشكر كذلك للأستاذ سعيد اللي تكلم على المستوى ديال العلاقات الدولية وكيف أن هذا الأمر يلعب دورا حاسما، لأن حتى ربما غير قوس طول شوية ولكن نتساءل على واحد المسألة، كيف أن المال كان المال السياسي ربما كان حتى المال الثقافي، كيف أننا أصبحنا نغزى بهذا المال الثقافي ما كتكونش الثقافة في طبعها القدسي كتجي باش تهيمن، يعني تقصي لي أنا تنحي الذاكرة ديالي كتقول لي نساء كتقول لي كل الأمور هذه وتبنى هذا النموذج الراقي والحديث إلى آخره، كيف حنا يعني الثقافة تلعب الدور المنطقي الحقيقي باش تكون جسر فعلا السلام والمحبة والشكر. شكرا سي محمد. شكرا سي محمد. سي المرابط. هي ملاحظات فقط بداية لابد أن أذكر السياق العام. أستذكر هنا مقولة لأحد المفكرين أبو المسند يقول في أكيد على العلاقة الوثيقة التي تجمع بالخصوص بين الثقافة وحقوق الإنسان. هناك كلمة إيديولوجيا كلمة ثقافة، الآن كلمة إيديولوجيا، سابقا كنا نقول إيديولوجيا الثقافة إيديولوجيا حقوق الإنسان، الآن أو إيديولوجيا التسامح، رجع هذا المصطلح إيديولوجيا بعد أن يتراجع النهضة السياسية السوفيتية، أصبحنا نقول ثقافة حقوق الإنسان، ثقافة التسامح لما يحمل المصطلحان من قيمة ومن ذل.
بالنسبة لي أتذكر هنا برنار بادي لديه كتاب دبلوماسية حقوق الإنسان، دبلوماسية حقوق الإنسان كتاب قيم جدا في مقابل دبلوماسية الثقافة. هناك متقابلات، لماذا لا نثير أهمية كتاب برنار بادي دبلوماسية حقوق الإنسان أو لا ريفوليسيون دي دروا دو مي ثورة حقوق الإنسان ألبرتو إيكي. هناك يعني علاقة كبيرة على مستوى ديننا البردي فيما يتعلق بالعلاقات الدولية العامة على مستوى الدول الكبرى وسياستها المتعلقة بالكيل بالمليارات المتدخلات السافرة التي تنهجها الدول الكبرى في الدول الضعيفة خصوصا في فلسطين وسوريا. نفس الشيء بالنسبة لألبرتو إيكي، ثورة حقوق الإنسان يتعلق الأمر بحوار ثقافات بدل من صراع ثقافات سامة لبريطون أو نيري تاريزات متعلقة بحقوق ما. هذه المفاهيم القانونية الحقوقية لديها يمكن أن نجد علاقة كبيرة مع الموضوع المثار حاليا دبلوماسية حقوق الإنسان. بالنسبة يعني باختصار وبتركيز أستاذ خالد أمين خالد حول الفنون ومصراع المثقفة، يعني الشرق والشرق أثرتني عبارته الشرق والشرق والغرب والظلم ولن يلتقي أبدا. أتذكر في المجال رواية للكاتب السوداني موسم هجرة الشمال، نظرا للإفتقار الكبير الذي تكينه الحضارة الغربية للشعوب دول الجنوب والعالم الثالث والدول المختلفة، فوضع يعني الشرق في نظر عبد الناصر الموسم هجرة الشمال الشرق يساوي اليدين كرد فعل على الحضارة الغربية المفتقرة لشعوب العالم الثالث. الشرق يساوي زي الفخولة والقصبة، والغرب يساوي عند عبد الصالح والساحل بيوية موسم هجرة الشمال يساوي الأنوثة فهذا يعني يحلم على الحس الغربي الضيق، حس الغربي القومي الضيق الذي يجب أن يحل مكانه الحس الإنساني الواسع. باختصار بالنسبة لمرحلة الأستاذ هذه الدريسية متعلقة بالأتحاف، فأنا كنت يعني لموضوع المتحف رأيت هناك مشاكل تقنية، مشاكل تقنية فقط يعني مؤخرا يتعلق الأمر بالشركة الإسبانية المشرفة على إنجاز المشروع، مؤخرا يعني انتقل الإجراء إلى مجلس الفني الإنسان ليقوم يعني بالإشراف على شغل الاتحاد الذري زي ما شفنا. جميل، شكرا سي المرابط على هذه التوضيحات وعلى ملاحظات القيمة. سي بالحاج مشكلة بسيطة يعني في المداخلة هذه اللي نقول هو أن يعني نحن كشعب أمازيغي ولا في هذه الليلة إلى حدود الساعة ربما مازال ما يعني نستعملش الفكر الكبير ديال الأمير عبد الكريم الخطاب. علاش؟ غنهضر على الجزر المنعزلة في الشمال، يعني كتلقى الشمال الغربي كتلقى الشمال الوسط كتلقى الشمال الشرقي، مكاينش توصل يعني الأمازيغ كاين وحدين عزاليين لا في الخطاب ولا في الثقافة من انتحار آخر. يعني ملي كنقولو أمازيغ غريب خصنا ما نمشوش الثقافة الأندلسية. أنا مثلا يعني مثلا إلا هضرنا على المتاحف ماشي بالضروره في العلاقه ديالنا مع يعني الاطار، ولكن واش عملنا واحد بحث ميداني في منطقه الشمال ما بين جمعيات عماره عندنا فرع الاسيمه في تطوان مثلا اصيله، واش معنى الشتات ديال هاد يعني المواد ديال المتاحف. سي بالحاج الله يعطيك الصحه. سي العمراني متاخر الدوانا اختاروا كيفاش الافلام التركيه حققت علينا وحاولت تدوز الثقافه التركيه في المغرب. انا اعتقد كاين عوامل عده، الثقافه هي انعكاس روح الوضعيه اللي كتعيشها تركيا. تركيا الان كتعيش واحد العصر ديالها الذهبي ما بعد انهيار الدوله العثمانيه، رجعت واحد القوه اقتصاديه لا يساهم بها رغم المشاكل اللي عندها في الحدود. اذا الوصول
الافلام ما هي الا واحد اذا نقول انعكاس واحد الوضع اللي كاين في صوفيا اللي ساهمت فيه عوامل اخرى من بينها الترجمه. نذكركم مثلا قبل كان في المغرب اشرط واحد مجموعه ديال الافلام البرازيلي مع كوادرو بي مع شنو وكان نفس الشيء عاودين بعض البيجات سميتو كوادرو في الحوالات بمعنى انه كاين مساله ديال الترجمه اساسيه في تنظير والثقافه ديال الشعب من الشعب. اذا العامل ديال الاصول الافلام التركيه ساهمت فيها الترجمه ديال الدارجه المغربيه نقول اللي دخلت ذاك الثقافه التركيه ولا الافلام التركيه الى البيوت المغربيه. للاسف هذا الشيء ما كيبانش حتى في المغرب كتشوف الافلام المغربيه اما كانت فرنسويه او اللي كيهضروا باللغه العربيه ومن بعض الاحيان الدارجه. الوقت اللي اللغه الوطنيه لا تستعمل بما فيها كنكون رقص اللغه الامازيغيه. بمعنى في الوقت اللي الفيلم الى بغيت تشهر وتعرف خصك تكون فيه الجوده ويكون فيه بطبيعه الحال الامور التقنيه اللي فهم الى الرقص يكون في الفيلم. ولكن في نفس الوقت كاين خطاب كاين الطريقه ديال المواضيع وخاصه المواضيع ديال الطابو عندنا. علاش الناس تسمى الغير تسمى الصحف التركيه ولا الفرنسيه؟ لان كاين بعض المواضيع ما كدورهاش في الفيلم ديالها، راني كدورها كاين عندك في الكوميرس. اذا خصنا نعترف بان كاين شي حاجه اللي كنفكروها عندنا ولكن كنشدوا عليها بسبب وما خصك تعبر عليها بطرق الطرق ديالو وكتوصل ليها. هذه مساله. المساله الثانيه باش ما نطولش هو كيفاش كتحول ثقافة إلى غنى بدل ثقافة اللي كترجع نحو الصدار والبشر. أنا عايش في واحد البلد في أوروبا الأفلام في بلجيكا بالتحديد الأفلام كلها اللي كتدوز فيها من تحت إلى فلمانية كتدوز فرنسية إلى فرنسية كتدوز فلمانية. وعلاش ندور على ماشي حنا في المغرب باش حتى ما تفهم الأفلام والناس اللي ما تخرجش الدراسة علاش كتسناو حتى يجي شي واحد الخارجي يترجم لهم شنو ما معنى الكلمات ديك العربيه الكلاسيكيه التي لا يفهمها الا عرفت راسي كنا في اللغه العربيه. خص ضروره التواصل واللغه ثقافه هي نوع من ايصال كيف يفكر الاخر. نقول لكم واحد المثال باش نمشي نعطيكم واحد المثال. واحد البلد سميتو بلغاريا وهذه الحقيقه واقعيه. بلغاريا لا زال يؤمنون الولد نهار اللي كيتخلق كيديروا الام كدير تحت المخده الموس. وقعت واحد المستشفى في بلجيكا الاطباء داروا ضجه ممرضه دارت ضجه لان شافت الام دارت الموس تحت المخده. شنو داروا في اخر المطاف؟ عيطوا للسيكيورتي وشدوا هذيك حتى تدخلت كل المستشفيات ميديا ترانشا كولترال اللي كيفهم شنو معنى الثقافه البرازيليه الثقافه العربيه الثقافه الايطاليه كل دارت ودارت لهم حتى اللي ما كانش معايا ما عندهاش امكانيه دارت الفيديو كونفيرونس واخا ما كانش ميدياتور ديال الامازيغيه في واحد المستشفى كديرو. هاد الناس اللي كيتكلموا هاك كيفاش الناس كيحاولوا ما امكن يشيروا الثقافه من كل فعل الى شنو ثقافه السلام ثقافه المحبه ثقافه التفاهم بين الناس. اما العنطره اللي كنشوفوها بعض الناس اللي ما تهضر هذه اللغه ولا عندنا مغندف او لا تجيتي من الجل هذه اكل عليه الظهر شريف. ونتمنى ان نوصل في المغرب ان نعتقد بعضنا البعض ان بالفعل كاين تعدد ثقافي ولغوي وجهوي. لو الا ما اعتقدناش بعضنا اكيد عمرنا ما نتقدموا لقدام ونوصلوا لحد الحال اللي كنوصلوا لهذه الوصفه ديال شكرا. سي العمراني. غادي نفتح المجال للساده الاساتذه يدخلوا ونبدا بالترتيب كيف كانت المداخله. سي سعيد تفضل. بدايه اشكر الاخوه الذين تدخلوا واثروا اثر النقاش.
طبعا ليست هناك أسئلة لأن أغلب المداخلات يعني قدمت وجهة نظر فيما يتعلق ببعض الأمور التي ربما بعدها داخل أكثر من الموضوع الذي طرحته أنا والذي يتعلق أساسا بالعلاقة الدولية. لدي بعض إضافات في هذا المجال، وهو أن طبعا هي مرتبطة ببعض المداخلات التي حاولت أن تلامس الموضوع الذي تناولته في البداية. فالدبلوماسية الثقافية يفترض اليوم أن تكون متعددة المسارات. فالأستاذ مرابط أشار إلى حقوق الإنسان، يعني اليوم يسمى مالتي تراك دبلوماسية، يعني متعددة المسارات. فيها الآن إذا ذهبنا إلى أي محرك بحث وكتبنا دبلوماسية مع كلمة أخرى سيعطينا العديد من المراجع، مثل الدبلوماسية الرياضية أو الدبلوماسية الصحية. الدبلوماسية اليوم تتناول مختلف جوانب حياة الإنسان، بما في ذلك الجوانب الثقافية، وحقوق الإنسان تدخل ضمن التعريف الواسع لليونسكو للثقافة. إذن فأولا يفترض أن تكون هذه الدبلوماسية متعددة الأبعاد، متعددة المسارات عفوا، وأن تكون أيضا دبلوماسية الطريقين، يعني أن يكون هناك تواصل، ذهاب وإياب. نعم، ذهاب وإياب، two way دبلوماسي، يعني طريقين أو طريق مزدوج، يعني ذهاب. فلأن العنصر الأساسي في الدبلوماسية الثقافية هو الإنصات وفهم الآخر، وليس فقط توجيه الخطاب للآخر. إذن هذا عنصر مهم أردت أن أشير إليه. ثم لما أنا أشرت إلى تركيا، طبعا من بين الشيء بالشيء يذكر، وإلا هناك نماذج أخرى ناجحة في هذا المجال فيما يتعلق بالتأثير على الرأي العام الخارجي، سواء عن طريق الإعلام أو عن طريق السينما أو المسرح أو غير ذلك. فعندما لدي في أحد الدروس في الجامعة درس أذكر فيه جامايكا، فأسأل طلابي سواء في الخارج أو في المغرب، من هو بلد جامايكا؟ فيقول لي بوب مارلي، يعني هم مارلي مات منذ زمان، لكن تأثيره لا زال ساري حتى الآن لدى الأجيال، أجيال اليوم ربما الموسيقى أو نمط الموسيقى لم تعد مشاعة، لكن التأثير رغم أنه لا يدخل في إطار الدبلوماسية الثقافية بالمفهوم الضيق، ولكن له علاقة بتأثير ثقافة دولة ما أو بلد ما، حينما تكون ثقافة يعني بين قوسين شريفة، فيكون هناك التأثير بعيد المدى، عكس الدعاية التي أشرت إليها، عكس الدعاية التي يمكن أن تستعمل فيها أيضا وسائل ثقافية، أن يستعمل فيها المسرح والكتاب والفيلم، لكن تستهدف فقط أهدافا يعني قصيرة المدى. إذا تركيا ضربته مثالا فقط، ولا أعتبره نموذجا يعني أساسيا في هذا المسألة. هناك مسألة ربما أخيرة أشير إليه، هو أن التأثير الذي هو تأثير المثقف الآن المغربي، نأخذ نموذج المغربي، لدينا مثقفين كبار وفلاسفة. يعني قبل أن آتي إلى هذه الندوة استحضرت أحد الفلاسفة الكبار في المغرب، لم أذكر اسمه، فدخلت إلى أحد المواقع التي ترصد تأثير العلماء والباحثين، فكتبت اسمه بلغة أجنبية وبطريقتين، فوجدت أن ربما تأثيري في هذا الموقع أكثر من تأثير هذا الفيلسوف النابغة. إذن كيف يمكن أن تمارس دبلوماسية ثقافية وفلاسفتك وعلماؤك معروفين على المستوى العالمي؟ إذن هناك دبلوماسية باتجاه واحد، نعرف فلاسفة مثقفين أدباء مسرح الدول الأخرى والشعوب الأخرى، لكن ربما حتى قد يتعلق الأمر نسبيا بالمسرح أو بمجالات أخرى للتخطيط. إذن لابد لثقافتنا أيضا أن يكون لها تأثير. هذا لا يمكن أن يكون عن طريق يعني بجهد فردي، إذا لم يكن هناك تمويل كبير جدا، وهذا ما تقوم به الدول الأخرى خاصة الغربية، أنها تمول لديها آلاف مراكز البحث، وهذا يعني مراكز البحث وما يسمى المراكز الثقافية المعتمدة خارج البلد. أيضا الآن صورة المثقف كما قال
أستاذ علي أنها تصنع. الآن لدينا بعض وهذا أريد يعني أن أربطه بمداخلة السي محمد ما يتعلق إذا كان شيء يسمى بالمال الثقافي. هنا الآن بعض المراكز البحث أو منتديات معينة للفكر تصنع في دول معينة وتغدق عليه أموال من أجل صناعة مثقف معين في بلد معين. فهذا نوع من ليس نوع من الدبلوماسية، نوع من دعاية من أو من توظيف مظاهر التعبير الثقافي لتوجيه الرأي العام في اتجاه معين. إذن فلابد أن نميز بين مفهوم الدبلوماسية الثقافية الذي أشرت إليه في بداية مداخلتي وأيضا بعض المفاهيم الأخرى التي تستعمل الثقافة من أجل تعزيز موقع الدولة السياسية، من أجل ترجيح توجه فكري معين، من أجل أيضا تعزيز الموقع التجاري للدولة. ولما أنا ضربت مثال بتركيا فقلت كيف يعني، لأن حينما يذهب آلاف الناس إلى تركيا بسبب رؤيتهم أو مشاهدتهم فهو يعني هنا يكمن التأثير أو النتيجة الاقتصادية للعمل الثقافي. ونفس الشيء حينما يقبل الناس على شراء منتوج تركيا، وتركيا طبعا نموذج فقط، فأنا أعطيتكم مثال لشخص واحد، لو نذهب إلى شباب يحبون هذا المغني الكبير بوب مارلي فخيرناهم بين ثلاث بلدان في أمريكا اللاتينية، فربما سيختار جامايكا ليزورها ولن يختار بلدنا. وشكرا. شكرا أستاذ سعيد. أستاذ علي. نعم شكرا سيد الرئيس. على كل حال قد لا أشير إلى الأسماء ولكن أشير إلى القضايا التي طرحت مثل ما ذكر الأستاذ صديقي. بالنسبة لي ربما الاسم الوحيد الذي سأشير إليه بعجلة هي قضية احترام الآخر داخل الوطن الواحد، داخل الشعب الواحد. أنت سي محمد تكلمتي على قضية اللغة. العبد الجالس أمامك ضربته وعمري 10 سنوات لأنه البوليس يسألني بالعربية، ما عدت يجيبه بالعربية، جاوبته فرنسوية، قال لي ودي الكلب أو الإسبانيول. إحنا حربنا إسبانيول، قال لي أنتم ولد إسبانيول ما كتكلمش العربية. هنا غادي نشير كذلك إلى الشيء اللي ناقصنا هنا في المغرب بالذات، غادي نتكلموا على وطننا. كاين الثقافة النظرية للمواطنة، ولكن ما كاينش السلوك أو الممارسة ديال المواطنة. شعار. فلهذا ماشي غريب داك ساعتك باش يقول هذا عروبي، هذا شيحي، هذا ليبي، هذا فاسي، هذا كذا، لأن حسب المصالح. الناس كتصرف بمصالحها مثل ما أشار حدود. إذا نحن نطالب وبإلحاح، وعندما نقول نطالب لا نطالب الدولة، نطالب أنفسنا. إحنا كشعب، كمواطنين، كأشخاص في هذا الوطن، كناس عايشين في هذا الوطن، علينا أن نمارس حقوق المواطنة وثقافة المواطنة. بدون وجود ثقافة المواطنة فبشرهم بعذاب أليم. هذه من ناحية. من ناحية أخرى قضية الدبلوماسية الثقافية ودبلوماسية حقوق الإنسان، وجهان لعملة واحدة. إذا لم يكن هناك حقوق الإنسان فلن تكون هناك المواطنة. يعني الدبلوماسية الثقافية عندما ننظر إلى الدول أو الشعوب أو الأمم التي لها تأثير، وليس فقط لها يعني إنتاج، لها تأثير ثقافي على الآخرين، لأن أيضا تتمتع يعني مواطنيها يتمتعون بكثير من حقوق الإنسان في إطار القانون، ليس كما يدعي البعض أن حقوق الإنسان تتجاوز القانون. أنا نعمل اللي بغيت في المغرب. لا، أنت في المغرب في ثقافة في قانون، وينبغي أن نسير وفق القانون. إذا لم يعجبنا القانون نناضل سويا من أجل تغييره، ولكن ليس من أجل التعدي عليه. من ناحية أخرى هناك من أشار إلى التبعية المغربية، إما للثقافة الفرنسية أو للثقافة الأمريكية أو كذا.
شو طبيعي ابن خلدون منذ 6 قرون قال المغلوب مولع بتقليد الغالب. احنا مغلوبين. اسمعوا شو تقول الاذاعه او الجرائد ديالنا المغربيه لما كتجيب لك شهاده تقول لك وكتبت الجريده الاسبانيه او الجريده الفرنسيه او الجريده الامريكيه بان المغرب يسير في الطريق. اذا نحن نتسول حتى الشهاده باننا في الطريق بدليل بان ما باقي ما دخلناش في الطريق. احنا خارج الطريق. ليس الذي يتسول الاعتراف بشخصيه من الاخرين. واش انا بنادم ولا ماشي بنادم؟ شيء غريب. فاحنا للاسف ولما نقول احنا انا ما كنتكلمش على الدوله ولا الحكومه ولا الاحزاب ولا كذا لان الاحزاب هم جزء منا ونحن جزء منها والدوله كذلك والحكومه كذلك. هناك خلل داخلي علينا جميعا فنانين مثقفين كتاب علماء مفكرين اعلاميين ان نسير في هذا الاتجاه. انا عندما لا اخفي عليكم عندما اقرا الصحافه المغربيه أصابوا باليأس وليس بالغثيان فقط. نتحدث عن أشياء نحن مثلا البارح في جريدة من الجرائد ما هو العنوان الرئيسي؟ يعني البارح فقط كنقرا في جريدة من الجرائد العنوان الرئيسي انخفاض المكالمات الهاتفية سعر المكالمات وكأن هذا هو الموضوع العظيم الذي يهم المغاربة في هذه اللحظة. شيء من هذا القبيل يعني شيء مؤسف وشيء مخزي أيضا وليس فقط مؤسف. قضية العلماء بدون علم أو علم بدون علماء. أنا لما قلت علماء بدون علم لأن العلماء هو الانتشار. العلم موجود في الكتب. أنا عندما أدرس وأكون في قاعة فيها مكتبة وأدرس أقول للطلبة العلم موجود في هذه الكتب. نحن هنا نتعلم كيف نبحث في هذه الكتب. فكر. كيف نفهم ماذا يوجد في هذه الكتب وليس أقرأ عليكم ما هو موجود في الكتب. إذن العلماء هم اللي عندهم دور. مثلا عندما يأتي مفكر مغربي معروف رحمه الله عبد الجليل يقول بأن الحداثة تيار جارف إن لم تلتحق به جرفك. إذن الدور ديالك أنت غير تلتحق. ألا تصنع ثقافة؟ ألا تصنع مسار؟ ألا تصنع يعني طريقة من التفكير؟ إما أن تلتحق. وكان وأنا صغير كان هناك شعار اللحاق بركب الحضارة. حضارة موجودة تدل على كيف تلتحق. بحال اللي طلع في الكار ولا طلع في التران ولا طلع في الطيارة أني تلتحق. إذا ما التحقتيش مش عليك تران. إذن أين دورنا في صناعة هذه الحضارة؟ في صناعة هذه الثقافة؟ وعندما أقول دورنا ليس فقط التتلمذ. التتلمذ مرحلة. ينبغي أن ننتقل إلى مرحلة أخرى. من جملة ما قرأت مثلا في هذا المجال واحد معروف لنا من الشمال اسمه سيدي أحمد بن عجيبة يحكي أنه كان يدرس في فاس القرويين في زمانه وكان مولع بقراءة كتب التصوف. ويأتي إلى زملائه قال سيدي فلان وقال فلان وقال فلان وذكر فلان وكذا. يعني يوميا هو يروي ما قاله الآخرون. يحكي هو يقول ذات ليلة كنت نائما ووقف عليه شخص ما قال له يا أحمد يكفي من قال فلان وروى فلان ماذا رويت أنت وماذا ستروي أنت؟ تتلمذ مرحلة. إذا بقينا دائما تلاميذ نكون مجرد يعني زبناء نشتري ونستهلك لا ننتج. حتى لا أطيل وأنا أحس بالرئيس بأنه لا أبد. قضية مشاكل المتحف متحف الريف أنا فقط لا أريد أن أعلق. قرأت ما كتبه أخيرا السي بوطران على العوائق المالية. حتى المتحف ينبغي أن نتسول من أوروبا ومن السوق الأوروبية ومن سوق الشياطين ومن سوق الملائكة حتى نبني متحف للريف. يعني الدولة غير موجودة. يشبه تماما وأنا صغير يمكن عمري 12 سنة كنت نسمع في 56-57 نسمع بأن فيه طريق ساحلي الذي يربط الحسيمة بتطوان من 56
لم يتحقق هذا، واعتقد انه لم يتحقق لان جبال تسقط في تلك الطريق الى منذ حوالي سنتين فقط، وين فتح الطريق الساحلي الذي يربط تطوان بالحسيمه على الساحل، ولكن رغم ذلك فالطريق محفوف بالمخاطر. فنحن اذن امام معضله كبيره، هل نحن نحن ام نحن لسنا نحن؟ شكرا لكم. شكرا استاذ علي. سي خالد دونا مباشرة. نعم. نجد ان بطل عموما لما رحل الى انجلترا تحديدا طبعا هذا الجانب كان من راس البدايه، يعني غزو وكانه يغزو الاخر طبعا بناء على المنطق ديال الطفوله ضد شيء اخر. لكن في نهاية الرواية حينما التقى أساسا اللي عتكون الزوجة ديالو الإنجليزية تغير الموقف، وبتغير هذا الموقف طبعا الحال تغير الموقف تجاه ذلك الغرب الآخر، بمعنى أنه المرحلة الأولى كان فيها باقي حاضر فرانس فانون نيجريتيود ديال سينغور إلى آخره. فرانس فانون في أحد الكتب ديالو أنهى بهذا القول، هي يا رفقاء لقد انتهت اللعبة الأوروبية، يجب أن نبحث عن شيء آخر. هل قال سي علي؟ نعم. لكن السؤال وهو هذا البحث عن شيء آخر ماذا يعني بالتأكيد؟ هل هذا الشيء التراث الغربي واش كامل أنه تراث استعماري يجب نبدوه إلى آخره، واش شيء تراث إنساني يجب أن نستفيد منه؟ لأن وكأننا نعيد إنتاج نفس الخطاب العنصري، بمعنى أنه هنا غادي نرجع للمسألة أنه إما إنكار الثقافة الغربية كما يقول سعد العلوي لا يشكل في حد ذاته ثقافة، والرقص مسعور حول الذات المفقودة لن يجعلها تنبعث من رمادها، يعني هذا الربط المطلق للآخر ماشي حل. وطبيعة الحال هبرماس تركيا وال الأستاذ تحدث عن مسألة الموتورول، الدبلوماسية طريق سيار، يعني الدبلوماسية تبادل دائم، يعني كاين الطريق اللي كتمشي والطريق اللي كتجي. هذه واحد المداخلة أن حبرماس في إسطنبول مؤخرا وحكى على هذه المسألة ديال التفاوض داخل المجال العمومي، أساسا يجب القبول بالرأي الآخر ويجب استحضار الآخر، لأنه ماشي الديمقراطية أو التمثل الديمقراطي المواطنة ماشي هو نشوف الطريق اللي غادي يديني أنا الرباط، ولكن حتى هذاك اللي جاي من الرباط لطنجة خصني نعطيه حقه باش يدخل. وإلا استوعبنا هذا المأزق هذا كنظن غادي نجاوزوا هذه المسألة ديال الشرق غرب غرب. أنا تحدثت عن توازن المصالح، ما كاين الشرق ليس واحدا والغرب ليس واحدا، هذا الغرب المتجانس اللي كنحطوه في سلة واحدة خطأ، هناك شرق وسط الغرب وهناك غرب وسط الشرق. والآن شبيبك تتحدث عن global north in the south، يعني الشمال الإقطاعي في الجنوب، وهناك أيضا نتحدث عن بوديموس رأينا هنا 20 فبراير كان بوديموس الهي وكان هذه يعني التئام هاد النوايا. كيف قلت مثلا نهضروا على الأممية الاشتراكية في العالم كامل ماشي هنايا، بوديموس في العالم كامل ماشي هنايا، والشمال الإقطاعي في الجنوب أيضا في العالم كامل، يعني باش ما نتجاوز هذا المنطقة ديال الغرب والشرق، لأن كاين الغرب في المغرب وكاين المشرق في المغرب. المسألة ديال الأفلام التركية أيضا والمسعى ديال الهيمنة، أعتقد كاين أيضا بموازاة هذه المسألة كاين الثقافة الإيرانية، كاين مسعى الهيمنة الإيراني اللي ربما ما حضرش عندنا في المغرب بقوة ولكن موجود. سيحضر. بدا تيمسنا. وهذا طبعا الحال كيخلينا نرجعوا لهذا المنطق ديال الدبلوماسية
علاقة المثقف المغربي بالدولة، أنا كنعتقد هذا خصو ندوى لوحده، ربما هذا شيء سلبي، لأن احنا العلاقة ديالنا مع المثقف عموما بالمؤسسة المخزنية ولا المؤسسة ديال الدولة دائما كان فيها حذر، وبطبيعة الحال هذا الحذر هو اللي خلاه أنه المثقف يكون خارج دائرة الضوء إلى آخره، ماشي الأعيان الثقافية، تحدث عن المثقف الحقيقي. ولكن هاد الدور هذا مني كان احنا كنضموا مهرجانات وكنعرفوا هاد التفاصيل الصغرى ديال هاد المسائل، مثلا في مسار العكس، مسار المثقف العيطي لاي واحد سواء كبير ولا صغير كيجي لك الملحق الثقافي ديالو، اولا يلا كنت في كازا كيقول لك خصك تمشي لمورا، ومني كيجي لهنا كيبقى اساسا عليه، فين مشى فين جا، وانا كنتلاقى المصريين برا الى اخره، دائما هذاك الملحق الثقافي تابعه. نفس الشيء بالنسبه لايران، نفس الشيء بالنسبه لعدد ديال الدول، حنا الحمد لله كنشوف العالم كامل، ما خليت فين مشيت ما عمري ما شفت شي واحد قال لي انا من السفاره المغربيه، الحمد لله. يعني هنا اتحدث عن الاستقلاليه. شكرا الاستاذ خالد. اختم بجملتين لنعتز بتعددنا وباختلافاتنا وب قدرتنا على تدبير هذا الاختلاف وعلى اعتراف كل منا بالآخر، وبالخصوص على قدرة كل منا للإنصات للآخر وليس لدواخله ربما الانفعالية والأنانية والإمساك عن تقليل الاحترام عن هذا الآخر المختلف، هي الطريق الوحيد لبناء سلم ذاتي سيمكننا من بناء ثقافة ذاتية حتى نستطيع أن نتبادل في أفق حماية هذه الاستراتيجية التي بها يمكن أن نبني سلاما خارجيا مع هذا الغير. حلقة اليوم ليست إلا أولى في عقد هذا المهرجان وسلسلة ندواته، سعدت أيما سعادة بتسيير هذا الحوار مع الأساتذة الأجلاء الذين كانوا أكثر من رائعين وأكثر من ملائمين، كنتم أيضا أكثر من مشرفين لنا جميعا بحضوركم وبمساهماتكم. باسم المهرجان وباسم المنظمين أقول لكم شكرا جزيلا، وموعدنا غدا في نفس القاعة في نفس التوقيت مع موضوع يرتبط استراتيجيا بهذا الموضوع، المثقف والعنف. شكرا لكم وإلى الغد.